حقيقة هذه المبادرة هي مبادرة رائعة، وأتمنى أنه تكثر هذه المبادرات في جميع أنحاء المملكة في محافظاتنا الأخرى حتى يتبرعوا الناس، لأنه الناس كانت تخاف تتبرع بالدم ولا يقبلوا يتبرعوا بالدم، يعني يجوز ما بتبرع إلا الأخو ولا الأبو ولا العمو، لكن الحمد لله الآن بدأت عند الشباب روح المبادرة، روح المساعدة بشكل عام يعني كعمل وطني. بالسابق كانت قليلة جدا، لكن الحمد لله أنا بشوف هلا بالمستشفيات يعني في إقبال لسه، لكن بده دعم، بده تحفيز الناس وتثقيفهم في هذا الموضوع، لأنه فكرهم الواحد إذا تبرع بالدم راح يموت ويخلص دمه والله كذا وإلى آخره، وبعضهم يقول لك أنا شو خصني بهالموضوع هذا. فأنا أتمنى لكم أنكم تعملوا في المحافظات إذا تقدروا بالمحافظات، لأنه أقل تبرع من المدى الرئيسي المدينة. إحنا اليوم كانت مبادرة خيرية لمرضى السرطان في مستشفى الحسين للسرطان، كان اليوم هو يوم الافتتاح. إحنا هذا اليوم الأول من الأشهر المقبلة رح يكون عندنا كل يوم سبت في تبرع للدم ببنك الدم. طبعا إحنا بنعرف إنه الكل عنده خير وكل عنده بذرة خير، بس لازم إحنا نضلنا نوعي بهذا الموضوع، نحكي فيه، نحث عليه، عشان الناس كثير محتاجة لموضوع الدم. وزي ما تفضل الدكتور إنه إحنا عندنا الدم لا بنباع ولا بنشرى ولا بتقدر بثمن، هو بنقذ أرواح. مبادرة زي هاي الشبابية بتخلي الناس تزيد الوعي طبعا لدى المجتمع والناس وللشباب للقيام بالتطوع والتبرع بالدم للمرضى، هذا إشي إيجابي جدا، بيرفع المعنويات المرضى وأهاليهم، وبأكد لهم أنه في ناس عمل الخير موجود وفي ناس متطوعين مستعدين دائما لسد النقص في الدم والصفائح الدموية، خاصة مرضى السرطان بحاجة للصفائح. الفعالية اليوم مختلفة تماما، هي احنا كل مرة كنا نساعد الناس عشان تقدر تعيش، هاي المرة احنا قاعدين ننقذ أرواح، ففعالية بسيطة هي ولكن هي كبيرة بحجمها، قاعدين ننقذ أرواح بإشي بسيط وهو الدم موجود عند كل الناس، وحنا بس قاعدين نوعي الناس لفكرة إنه كيف تتبرع بالدم وليش تتبرع بالدم، وقاعدين نخص هاي المرة مرضى اللوكيميا. ليش مرضى اللوكيميا؟ لأنه مريض اللوكيميا بحاجة دم أكثر من أي مريض ثاني، لأنه كل ما كانت كمية الدم متوفرة كل ما كان العلاج أسرع لمريض اللوكيميا، وكل ما كان الدم في شح بالدم كل ما زادت فرصته بأنه يفقد روحه. كملين معكم بفقرات دنيا يا دنيا، وإلى قصة دنيا والحديث تقرير أعدته زميلتنا آلاء أبو حمدة عن الفنانة التشكيلية شروق العبكي، خلينا نتابع. شروق حمد العبكي بلشت موهبة الرسم من عمر كتير مبكر كتير صغير، كنت أحب الرسم والنقل في البدايات وأحاول قدر الإمكان أنقل السكتشات أو أفلام الكرتون حسب عمري. طور موهبتي للفن لما صرت أفوز بمسابقات في المدرسة وأحقق مراكز أولى، حبيته أكتر وأكتر وشعرت أني أنا قادرة أطور نفسي حتى لو بدون تعليم أو بدون مساعدة. اشتغلت على حالي كتير، قرأت كتير، حضرت يوتيوب كتير، أنا حاولت وغلطت وضلتني أجرب وأغلط وأجرب وأغلط لحد ما أنا وصلت لليفل أنا برضاه. بلشت في مسيرتي الجامعية بهندسة العمارة، لكن كملت بهندسة الكمبيوتر. هلأ 3 سنوات اللي أنا درستها هندسة عمارة كتير فادتني بالفن أو تقوية الفن بشكل أكاديمي، لأنه زي ما بتعرف يعني المهندس المعماري بده يشوف المنظور بأكثر من زاوية، بده يشوف المنظور بعين مهندس دقيقة، هذا الشيء كتير فادني. خلال فترة دراستي كنت أداوم برضو بكلية الفنون بساعات الفراغ، فأكسب برضو المهارة الفنية من كلية الفنون، فجمعت بين الموهبة والدراسة الأكاديمية لحد ما أقدر أوصل بموهبتي لمستوى احترافي إذا بنقدر نسميه إن شاء الله، يعني ما حدا بقدر أقول وصلت للاحتراف، لأنه الفنان بده يضل يشتغل على نفسه أكثر وأكثر مع الزمن.
بلشت في البدايات بالمدرسة الواقعية، يعني كنت أحب أرسم الواقع زي ما هو. بده حسيت إتقان، بده جهد أكثر، بده وقت. يعني المدرسة الواقعية بدك تنسخ الواقع زي ما هو وتنقله للمشاهد، أوكي مع بعض التغييرات اللي بتعتمد على فكر الإنسان أو رؤيته أو إيش اللي بده ينقله للجمهور، ولكن هي أصعب المدارس أنا بعتبرها. بعد الواقعية حسيت إنه أنا قادرة ألاقي نفسي أكثر بالسريالية، أعطتني فضاء واسع إني أحط أفكاري بدون قيود، بدون ما ألتزم بالواقعية. هلأ أكيد السريالية فيها جزء أحياناً بكون واقعي، إنه إذا بترسم تعبر عن فكرة باستخدام عنصر من عناصر الواقعية، إن كان مرأة أو شجرة أو نقول سيارة، بغض النظر إيش العنصر، ولكن فيها فضاء، أنت حر، بتنطلق زي ما بدك، بتعبر زي ما بدك، بدون القيود اللي بتفرضها المدرسة الواقعية. كثير بحب لوحاتي استخدم عنصر المرأة في التعبير، بالذات المرأة، يعني انا بشعر كمرأة انه في قضايا كثير بتعني المرأة احنا مش مسلطين الضوء عليها بشكل كفاية، ان كان العنف او الاضطهاد ضد المرأة او حتى الطفولة يعني. فرسم الوجوه كثير بحبه بالذات المرأة. بحب كمان الامور اللي لها علاقة بالتراث، يعني برسم المرأة بالتراث الفلسطيني، بركز على المرأة الفلسطينية كثير. بحس انه كمسؤولية أنا إلي إني أظهر تراث بلدي أو تراث يتعلق بثقافة بلدي. هلأ بلشت بطفولتي أستخدم الألوان الزيتية بالذات، يعني أول ما تعودت أمسك الزيتي فأتقنت الزيتي بشكل قوي يعني منذ الطفولة بقدر أقول. بعدين طبعاً ما حبيت إني أنا أظلني محصورة بنوع معين من الألوان، انطلقت وعملت بالألوان المائية، بألوان الباستيل، بالفحم، بالرصاص، بالأكريليك، يعني تقريباً جميع أنواع الألوان والمواد جربت أستخدمها، حتى الرسم بالسكين، والحمد لله يعني بقدر أقول أني أنا قادرة أستخدم جميع أنواع الألوان. مؤخراً طبعاً أنا اشتغلت كمدربة فنون وكمدربة مهارات حياة في مدارس قبل هيك، ولكن وصلت لمرحلة أشعر أنه لسه الوظيفة بتحد من طاقاتي، بتحد من أهدافي، بتحد من رؤيتي. أنا بدي أوصل لإشي تاني، لاستراتيجية معينة أوصل الفن وأوصل رسالة الفن لشريحة أكبر. شعرت إنه حان الأوان إني أنا أستقل بذاتي، فبالتالي أسست مرسم وغاليري تركواز لتعليم الفنون. من خلال الغاليري بقابل ناس كتير، طلاب كتير باحتياجات مختلفة، فصرت أنا أوصل الرسالة اللي أنا أؤمن فيها. يعني أكيد مع احترامي لجميع الوظائف، بس بتكون رؤية المؤسسة أو المكان اللي بتشتغلي فيه طاغية على رؤيتك، لكن هون في الجاليري أنا بوصل رؤيتي، بوصل قدي أنا بشعر إنه الفن بيبني إنسان، قدي بيبني أخلاق، قدي بيبني مستقبل. فبعلم الفنون للطلاب، طبعاً عندي أعمار مختلفة كتير، بتبلش من 4 سنوات لستين سنة. كل الطلاب اللي بيجوا باختلاف أعمارهم بيشعروا بإشي تاني مع الفن، بيشعروا بوجود الإنسانية، التصالح، السلام، خاصة التصالح مع الذات والسلام الداخلي بيتطابق جداً مع الفن، يعني بيمشوا بخطين متوازيات. هذا الشيء أنا بحس فيه مع الطلاب، يعني كتير بكونوا ليفل 1 بيجددوا لليفل 2 بيجددوا لليفل 3 من كتر الأريحية اللي بيشعروا فيها. كفنانة تشكيلية تمت دعوتي على العديد من المحافل الدولية والمحلية إني أمثل بلدي خارج الأردن، فشاركت بمعارض داخل الأردن وبمعارض خارج الأردن. من ضمن المعارض الخارج الأردن اللي شاركت فيها ملتقى عشتار كان في تركيا، شاركت بمصر، شاركت بفلسطين، بالإضافة للمعارض المحلية بأكثر من محفل. شاركت كمان بمسابقات فنية والحمد لله يعني حصلت مراكز متقدمة، وكان لي تكريمات كثيرة من بعض الأمراء، من بعض النواب، من بعض السفراء برضو. طموحي للمستقبل إني أحصل بتركواز أو أرتق بمرسم تركواز إنه يوصل للعالمية، يصير عندنا اعتماد دولي، أوصله لإنه يصير أكاديمية أو كلية خلينا نقول، وإن شاء الله يعني إنه كلية تمنح الدبلوم أو تمنح البكالوريوس، يعني هذا أمنيتي. طبعاً أمنيتي كمان إنه أدرب أكبر عدد ممكن من الطلاب، إني أترك بصمة وأترك أثر في نفوسهم اللي ما ينسوا أهمية الفن.